أيها الحفل الكريم، مشاهدينا الكرام، متابعينا الأعزاء، التواصل يستمر وعلى البركة. نتحرك بشوط آخر، انتهينا من فئة اللقاية مع العشرات الأشواط الأولى التي تابعنا فيها التحدي والإثارة والقوة والناموس، وها هنا يبدأ شوط آخر ومرحلة ثانية تبدأ بفئة اللقاية مع هذه الانطلاقة الأولى لفئة الأبكار الأصايل لأبناء القبائل مع 3 كيلومترات التي سنتابعها في خط سيرنا. نرحب بالمركز الأول ونتابع الصدارة، نتابع الفائز سلطان بن سالم بن عجيل من يقدم لنا المركز الأول. أما المركز الثاني منصورة غدير بن محمد بن هندي المهيري يدفع بمنصورة في هذا الشوط. المركز الثالث وصايف العلي بن سلطان بن رشيد. أما المركز الرابع تأتينا الشاهينية خميس بن الصغير بالهلي أيضا يتواجد في هذا الشوط إلى المركز الرابع. والمركز الخامس الزعفران سالم بن محمد بضبيعة. هذه الخمسة المراكز الأولى، هذه الخمسة المراكز الأولى، نبحث ونبحث عن السرعة وعن الجديد وعن الإثارة. والإثارة عندك يا بن عجيل، المقدمة عندك يا بن عجيل، الفائزة عندك يا بن عجيل، شعارك على المركز الأول. سالم بن سلطان بن عجيل من يقدم لنا الفائزة في أول المراكز. أما المركز الثاني وصايب علي بن سلطان بن رشيد من يأتينا على ثاني المراكز، يتقدم يتابع بن عجيل في هذا المشوار وفي هذا التحدي. أما المركز الثالث تأتينا منصورة غدير بن محمد بن هندي المهيري. المركز الرابع الشاهينية، يلا يا خميس، يلا يا خميس، الجماعة راحوا عنك، يلا يا خميس، الجماعة راحوا عنك، حرك 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 يا ولد، يا ولد حرك حرك يا شاعرنا، يا ابن الشاعر، يا ابن الشاعر، حرك، روح 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 الى 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 دائرة القمة. بالضبيعة قادمة زعفرانة، يا زعفرانة الناموس، ماذا لديك من اخبار؟ تأخرت قليلا عن المواجهة ولكن قادمة ايضا بالناموس. اما الناموس يا بن رشيد، الله يا المتسلط في هذا اليوم، المتسلط في هذا اليوم، اليوم ودوم، اليوم ودوم، هذا موقع لك مكان فيه ما حلي غير حضرة شخصك بذاته. نعم يا ابو محمد، يا ابو محمد، الوقت ما فات، بنسير بك سيرة هنية غيه فيها من الشراغات طيور سرعات وحية. نعم روح الى الامام نقول لك، وكمل المشوار. بن غدي بن هندي واصل، بن هندي واصل، بن هندي نحذرك بن هندي ونحذرك بن عجيل. انسحب ولكن عاد مرة ثانية، عاد بخطة مدروسة، عاد بخطة جهنمية، عاد بخطة أيضا. ولكن مهما خططتوا، مهما خططتوا، هذا عملاق، هذا أنتم تخططون وهو يخطط، هو يخطط لكم أيضا ويأمر ويامر وينهي، يامر وينهي يا بن رشيد. ها بن غدا بن هندي هجم، بن هندي هجم 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 هجم، شوف شوف شوف، وصل 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 على منصورة غدير بن محمد بن هندي. وصلك يا بن رشيد، وصلك يا بن رشيد، حذرناك وخبرناك ولكنك روح يا ولد، لك بالمرصاد انت تحرك ويحرك يتحرك معاك، ما هم معطنك مجال للراحه، ما هم معطنك مجال للراحه ابدا ابدا ابدا. يتابعك يتابعك، اي 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 غلطه منك تسحبك للمركز الثاني. ولكن شوف بن هندي ابن غدي بن هندي، يلا 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 يلا، ال 400 متر الاخيره، ال 400 متر الأخيرة نتابعها، نتابع وصايف 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 وصايف، كاملة الوصايف كاملة الزين. يا سلام يا سلام، نعم أجين، مرة ثانية مرة ثانية، شوف دور 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 عصاها، دور عصاها يا بن رشيد، ولا ما تبقى خلاص، ما يحتاج ما يحتاج ما يحتاج، قدمت الكافي الوافي، قدمت بما فيه الكفاية. الناموس 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 يا بن رشيد، الناموس لبن رشيد، العلي بن سلطان بن رشيد ومحمد ومحمد، الناموس إلى العوير، إلى العوير، نهني علي بن سلطان بن رشيد على فوز وصايف بالمركز الأول. تهانينا. والناموس الثاني منصورة غدير بن محمد بن هندي المهيري. والمركز الثالث فهنا خميس بن صغير بالهلي. والمركز الرابع سلطان بن سالم بن عجيل. والمركز الخامس أظن الزعفرانة سالم بن محمد بضبيعة. هذه النتيجة 4 دقائق
34 53 54 4 دقائق و53 ثانيه.